أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد، مستمرين معكم بفقرات برنامج صباحك مسك. في سنة 2017 مجموعة الباحثين في جامعة أكسفورد وجامعة ييل الأمريكية أصدروا دراسة، وعملوا هذه الدراسة كانت مشتركة، بنيت على استطلاع لآراء 352 من خبراء التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. هذه الدراسة في محصلتها وبنتائجها هي خرجت بأنه من المحتمل وبنسبة 50% أنه يتفوق الذكاء الاصطناعي وأتمتت الآلات والمعلومات على الذكاء البشري حسب هذه الدراسة طبعا في كافة المجالات خلال 45 سنة من الآن. وحسب ما توقعت الدراسة بأنه من المتوقع أنه تكون الأنظمة الآلية قادرة على فعل كل ما يستطيع البشر القيام به بشكل كامل خلال قرن واحد على الأكثر. طبعا إحنا يعني أخيرا هذه الأشياء تبقى نظرية، لأي درجة ممكن تكون صحيحة ولا مش صحيحة، لأي درجة ممكن تعمم على كل شيء في الحياة أو لا، هذا الشيء اللي راح أو هل فقط هذا هو السبب الوحيد الذي يدعونا إلى أنه اليوم إحنا نبحث عن فرص عمل أخرى ومهارات حياتية مختلفة. هذا الشيء راح نتعرف عليه أكثر اليوم مع الأستاذ رضوان الدبس، الأستاذ في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. حياك الله أستاذ رضوان. أهلا وسهلا فيك، الله يسلمك. يا مرحبا بك. الله يكرمك. عاملنا رعب الذكاء الاصطناعي لا مو رعب، لكن بدنا نتعامل معه حقيقة واقعة، يعني في شيء واقع بده يصير، احنا بدنا نتعامل معه على انه واقع. جميل. هي من مشاكل الحياة اللي عم تمشي، يعني جايتنا بالطريق، فاحنا قدامنا الطريق وقدامنا شايفين المشكلة وبنبدأ نتعامل معه، بس كويس. نستفيد منه ما نخاف منه، نتعامل معه ما انه نقول والله نتجنبه، ما فينا نقول نتجنبه ابدا. واحنا اليوم حنحاول نشوف هيك شغلات عملية حقيقية لكل واحد فينا، كيف ممكن يعرف هذا الشيء. اكيد. اسمح لي اذكر المستمعين انه ارقام هواتفنا مفتوحة لمن عنده اي استفسار في هذا الموضوع. ارقامنا 0350-03-4-15 و0350-03-4-16. استاذ رضوان، بعيدا عن الأتمتة او الذكاء الاصطناعي او السبب المباشر لانتهاء الاعمال او خلينا نقول تخفيض فرص العمل، هل فكرة أصلا انقراض المهن واقعية حقيقية في منه هذا الكلام؟ طبعا طبعا شيء طبيعي، يعني في أشياء بجوز جيلنا احنا شفناها، تجي تقول له لابني اليوم بيقول لك شو هي. يعني بتجي تقول له مثلا نسج الحصر، السجاد يدوي، بتقول له كنا من الحصر بنساويها بإيدنا، مثلا السجاد ينسجوه بإيدنا، بيقول لك كيف يعني؟ ما وعوا عليها، ما شافوها نهائيا. مخبز، تقول له في فرن وخبز وبنوقف على التنور، ويقول لك شو يعني؟ يعني ما في، ما وعي وما شافها نهائيا. انا وانت حضرناها، هن ما حضروها. وقيس يعني لو تجي على ابائنا، كان في شيء اسمه السقه، يروح يجيب المي من النهر او من البير ويجي يبيعه للعالم، اليوم ما ظلت هذا الشيء. وقيس يعني كثير من المهام. فنعم هذا الانقراض الوظيفي موجود، في تطور للحياه، مع التطور دائما الانقراض في ولادة. ما في انقراض بمعنى انه خلصنا، لا، في ولادة. لما انقرض السقة طلع بعده السيارات، صاروا بدال بعيد عنك مثلا عن الحمار او على الجمل او هكذا، صاروا بسيارة، بعدين راحت السيارة اجت الشبكات المياه، صار في موظفين مياه وشبكات وضخ وموتورات نعم ما اختفت المهنة ولكن تطورت مع تطورت. صحيح. لكن راحت على الزلم اللي كان يروح يجيب المي يحملها على كتفه. بالضبط. هذا خلاص. ايوه طبعا. يعني هو شوف هلا هي نحكي فيها بعد شوي، انه انا يعني بس شوف هذا الامور كيف بدي اطور حالي قبل ما انه يقولوا لي يا ابن الحلال كتر الله خيرك خدمتنا العشر سنين بدنا نجيب موظف تاني. انا كيف بدي اطور حالي والحق مثلا بس اشتري سياره او اشتري حنتور بدال الحمار مشان يصير اسرع، جيب لهم المي مشان ما يستغنوا عني. جميل. هاي النقطه اللي بدنا نوصل لها. يعني قبل ما ندخل على كيف ممكن نحمي انفسنا او اطور نفسي كخطوات عمليه، كيف بالبدايه كيف بدي اعرف اصلا انه انا المهنه اللي عم بشتغل فيها قابله للانقراض؟ شوف كل واحد فينا يعني بحلل لنفسه. انا اليوم ناخذ مثلا مطبعه، المطابع بالإجمال إذا كمان هي من المهن تقريبا ما انقرضت بشكل كامل، ولكن خلينا نقول رجعت 90%. ما ضل طباعة كتب ومجلات جرايد، ما ضل حدا بيقرأ جرايد اليوم، كله على الانترنت وخلصنا. صحيح. طيب أنا بشتغل بمطبعة، فمجرد ما أشوف أنه واضح بالنسبة إلي عقود العمل صارت قليلة، الإقبال على الوظائف تبعي قليلة، العالم ما عاد كتير بترغب بهذا تبع صف الأحرف وتنسيق الأحرف وهذا، فأنا يعني خلص بعرف حالي أنه أنا واضح أنه الأمور كل ما زال لورا، هاي المهنة تبعنا كل ما زال لورا. فرأسا بأخذ قرار. أما أنه أنا هون القرار بيعتمد على العمر والحالة، يعني إذا أنا والله عمري 40-50 سنة، ف يعني بدي أدبر حالي مثل ما بيقولوا بالمطبعة
على الأواخر اللي إحنا باقين، اللي هي طباعة فواتير، طباعة أوراق نظامية، وهي تخف من مثلا مطبعة عملها من 100% إلى 20%، فأنا بكون من ضمن هالعشرين بالمية. أما إذا أنا شاب بالعشرين 30 35، فأنا لسه الحياة قدامي، فبترك هاي وبنتقل. طيب أنا وين بدي انتقل؟ ما بنتقل إنه والله بروح أقعد بالبيت أو بروح أبحث على مهنة تانية، لا، نفس المهنة تبعي طلع التطور تبعها اللي هي طباعة الإلكترونية، التنسيق الإلكتروني، البرمجة الإلكترونية، ابدأ أنا بتعلم هاي الأشياء، بتعلم هاي الأشياء. جميل. وبدخل بمجال أفضل من إنه أغير مهنتي بشكل طبعا كامل. أنت حسب بقى، إذا أنت عندك المقدرة أنك تتحول أو عندك خبرة بشيء. هلا انا دائما ما بعرف يعني بنصح انه مثلا واحد لا يكون دائما اسير مهنه واحده. انت دائما حاول يكون بايدك مهنتين او ثلاثه. الدنيا دواره، والانتقال والانقراض الوظيفي، التطور العلمي، التطور الثقافي بيجبرك احيانا تترك مهنه لحساب اخرى. صحيح. تمام، انا دائما بكون عندي مهنتين او ثلاثه بكون يعني لي خبره فيها، وليس بالضروره انه اشتغل فيها كلها سوا. جميل. ولا نوعي. طب هاي اسمح لي نحكي عنها بتفصيل اكثر، لكن قبل ما تفوت الفكره تبعت اللي هو قلت لنا بين 40 و 50 وعمر 20 30. تمام. بعد الأربعين سنة لا يفضل أنه يغير مهنته؟ مو لا يفضل، لكن اتطور قدر استطاعتي. أنا بقدر نفسي، أنا هل عندي الخبرة أنه أو القدرة أنه أتعلم حاسوب الآن؟ انت في بعض الاشخاص بيقول لك انا ممكن حتى لو عمري 40 ولو عمري 50 حط لي برنامج اوفيس وقعد واحد يعلمني 3 اشهر او شهرين انا بجوز. في بعض بيقول لك ما انا بحس يعني راحت علي. فبدك انت تقدر امورك، كل ما تطورت احسن وكل ما بنيت انت بالسابق ترتاح من الاساس. بالأخير. جميل. العلم بالصغر. أيه. المثل اللي بنعرفه. فاذا انت تعبت على حالك بالصغر بالكبير راح ترتاح كثير. طب الان بحكم خبرتك استاذ رضوان واستطلاعكم بشكل عام للواقع والحاله ان كان في تركيا خصوصا او بشكل عام اصلا يعني، والحاله واحده في كل العالم، أكيد. هل واضح انه في مهن مثلا هذه ليس لها مستقبل، بحيث اليوم عم بسمعنا مثلا اليوم شباب مقبلين مثلا على الدراسه الجامعيه او بدهم يتعلموا لهم حرفه مهنيه، فانه هذه الاشياء لا احذروا منها، هاي لا تروحوها لانه بعد سنتين ثلاثة بعد 10 ما راح تلاقوا شغل فيها. هل في شيء واضح بهذا؟ طبعا يعني هلا دائما هلا احنا بتبعت لك شغلة مثلا قول سكرتير، ما طلع شيء اسمه سكرتارية. يوم من الأيام كان في شيء اسمه معهد سكرتارية، هلا انتهى هالمعهد كله انشهر. صحيح. بالأساس أمين صندوق الى حد ما تقريبا شبه اختفى، صار التعامل كلياته الكتروني. حول لي على البنك، بحول لك الفاتوره، ابعث لي اياها على الانترنت. فصار امين الصندوق يعني مثل ما بقولوا في نطاق ضيق جدا، واي شخص ممكن يقوم فيه. برامج الامين والمحاسبات ايا كانت شالت حمل كبير من موضوع المحاسبه، بيدخل مبرمج بيكتب كتابات ويطالع الميزانيه وبيقول لك توكلوا على الله خذوا. ففي مهن نعم بتطالع عليها انه ما انقرضت، ولكن هي في طريقها للانقراض. جميل. في طريقها للانقراض. جميل. نعم. طيب هل الان بدنا نيجي على الخطوات العمليه، انه انا اليوم متوقع انه المهنه اللي انا بشتغل فيها ممكن انها تتضرر او بخف العمل فيها في الفترات المقبله، او بدي ادخل على مهنه لكن مش كتير عارف انه هذه لها مستقبل ولا لا، كيف احمي نفسي وكيف امشي بالطريق اعرف اني انا ماشي بالطريق الصح؟ شوف انا دائما بدي اطور حالي، يعني بساوي كورسات بنفس الاتجاه. اليوم انا مثلا بشتغل دكتور او مهندس او اي شيء، شو بصير ندوات حديثه، شو في معارض للمختصاص تبعي، شو في مثلا بروشورات، منشورات علميه، بزور شركات مثلا. جميل. انتاج، بتعلم على الجديد مشان ما بحس حالي انا توقف المخ تبعي بسنه التخرج من الجامعه. فهذا الامر بيخلق لك دائما حافز وشيء جديد، بتحس حالك انه انت متطور، ما تسمع كلمه تحس حالك بعد فتره هي شو هي انا ما عمري سمعت فيها، مع انها في تخصص ما تخصص بس لا. فهي الامور هي اللي بتساعدك بالاخير انك انت راح تضل تطور بحالك وتفتح لك آفاق الانتقال من نقطة لنقطة. يعني جميل. انت مثلا دكتور كان عنا اسمه دكتور، بعدين طلع اختصاصات اذن وانف وحنجرة، خلصنا من اذن وانف وحنجرة دخلنا بالاذن، بعدين دخلنا بالاذن الوسطى، دخلنا بال شو اسمه السمع، دخلنا يعني ما ظل شيء اسمه واحد هيك، لا تعمقنا تعمقنا. فهذا الدكتور اذا ظل قاعد بمحله ما راح يعرف هاي الامور كلها. اما انت مع المتابعه 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 راح تلاقي حالك والله بدي اعمل تخصص بهذا الشيء. والتخصص جيد والتميز بشيء معين. طبعاً. العموميات مش كثير محبذة اليوم ابدا، ما ظل حدا يعني ابدا، ما ظل حدا يعني ما ظل يمكن الا سوبر ماركت عام. اما ما تبقى كلياته بتلاقي اختصاص الاختصاص. جميل. بتدخل على محل مثلا كله فطاير، تدخل على محل كله جرابات، هي لو تيجي من 20 سنه
شو هذا فاتح لي كل الجرابات شبهات؟ صحيح. لا اليوم كل الجرابات اي هذا هو هذا الوضع. جميل، اذا هذا في سياق مهنتي نفسها او عملي نفسه بالضبط. اطور حالي واواكب تطوره. نعم. ذكرت قبل شوي استاذ رضوان فكره انه انا يكون في عندي 3-4 حرف او مهن. هل هذا واقعي ممكن يعني طبعا يعني الشاب فيه؟ اي شاب يعني ممكن هو يشتغل ويطور حاله ويشوف اموره. يعني انا شو بميل يعني في شوف ابن خلدون تجي على ابن سينا كان فيلسوف وطبيب، طيب تجي تقول لي كيف صارت؟ الرجال كان فيلسوف وطبيب ونجح بهاي ونجح بهاي وكتب كتابات عظيمه هون وكتب كتابات عظيمه هون، فيعني تجي تقول لي هذا من 1000 سنه، نفس العمليه اليوم يعني سقراط على ايامنا كان دكتور ولاعب بارز بكره القدم، هل بتقول لي هذا غير هاد؟ رجل ابدع هون وابدع هون. جميل. ففي اشياء لا ليش لا انا يعني انا بحكي لك عن نفسي، انا اشتغلت بشركات البسه واشتغلت بشركات ادويه واشتغلت بشركات شحن ونقل على مدى حياتي، يعني بقول لك انا مخطط لها ولا ما انا مخطط لها بس قدر الله وهيك اجت الامور يعني الحمد لله يعني لصالحي بهذا الامر. جميل. فلما انتقلت مثلا من دوله لدوله من الخليج لسوريا لتركيا لا فحسب يعني حسب الوضع شو بيتطلب، فانا عندي 3 قواعد احسن وقف عليها كويس. اي قاعده بتجي قدامي بوقف عليها، فالشاب لازم يتعلم يعني ما لازم يكون اسير لمهنه واحده. بهذه الاليه وارد انه انا ادرس مثلا في الجامعه مرتين تخصصين؟ كثير كثير عالم تقعد معه بيقول لك انا عندي دبلوم علوم سياسيه وعندي ماجستير باداره الاعمال، تقول لي شو دخل هاي بهاي؟ بيقول لك ما دخل بس عملت دبلوم هون وعملت هاي، وهي مرتبطه ببعض الاقتصاد والسياسه لا ينفصلان يعني معروفه. جميل، وهذا يمكن سؤال الثاني انه هل احنا اليوم لما انا بدي اروح لـ3-4 مهن او في افكار تكون موجوده عندي كحياه عمليه هل يفضل تكون قريبه من بعض ولا مش شرط؟ والله هي مو شرط، ولكن انت طاقتك وقدرتك، انت شو قدرتك؟ شو ميولك؟ شو هواياتك؟ شو اللي بتحبه؟ يعني انت شو بتحب؟ انت جيت اللي سقراط دكتور ولاعب كره قدم، انا لو انا وياك نقعد شو جبع الشامع المغربي؟ اجتمع الرجل طلع عنده هاي المهنه وعنده هاي عفوا مو المهنه القابليه والهوايه وفلح بالاثنين، بس بنفس الوقت بده يتابع التطور في الثلاث مجالات مش هيك؟ او المجالين او الاربعه اللي موجودين طبعا هلو. طبعا واحده تكون شوف واحده دائما تكون يعني خلينا نقول اساسيه نمبر 1 والباقي الاثنين لا يهملها ولا انه يبدع او يتطور كثير فيها مشان ما يصير الحمل عليه طويل، وهي صراحه ظروف الانسانيه اللي بتحكم، احيانا تجيك الفرصه لايدك انه تطور واحيانا تحاول ما بيطلع بايدك. جميل. فانت يعني انت احكم على حالك. طيب يعني في شغله قبل ما اروح للمحور اللي بعده استاذ رضوان، مشاركه على الفيسبوك بتقول زوجي ماجستير هندسه برمجيه تمام درس في جامعه الملك سعود، بتقول شو بتنصحنا ليتطور؟ بتقول هي حاليا هو بيشتغل في السياحه وتاجير السيارات لكن هو متمني انه يبدع بمجاله. طيب وليش يعني طبعا انا ما بقول له غلط انك اشتغلت بالسياحه، يعني من ضمن اللي بنقوله دائما انه الواحد دائما يحاول قدر الامكان ينوع هو بجوز اجى هون على تركيا بواضح من جامعه الملك سعود انه هو عربي ما عنده اللغه تمام فما راح يحسن، هون بنجي على نقطه دائما هي بالاشياء اللي لازم نطور حالنا فيها موضوع اللغات الحيه، يعني ان الانسان لا يكون اسير كمان لغه واحده، يعني بدك تعلم انجليزي كل ما اضفت لغه كل ما اضفت عقليه وثقافه ولسان لإلك. يعني الاخت هون او الاستاذ هذا يعني بده يتعلم اللغه التركيه مشان يحسن يشتغل بمجاله، مجال البرمجه من افضل المجالات على المدى حتى يكون سوقه مفتوح برضه ما يحصلش بالعرب كمان. بالضبط. جميل. بالضبط، وما فيك تشتغل للعرب يعني انت ماجستير يعني لا تحصر حالك بهذا الشيء، شركه برمجيات يعني شيء رائع على المدى العشرين سنه القادمه، تحليل بيانات وبرمجه وكمبيوتر هذا هو المهنه اللي اليوم انت تجي تسالني شو بدك تتعلم للمستقبل لك هذول لازم يتعلموا. ربما يكون العائق انه السوق تبع البرمجيات مثلا مش كتير كبير فهو خايف يدخل فيه. بالعكس تمام. هو السوق المفتوح والمستقبل كله اكثر من السياحه يمكن يعني السياحه ممكن نقول ولكن يعني شغل رائع ويحافظ على الامرين بالضبط يعني طبعا ليش لا. جميل. في كتير ناس قلت لك يبدع بالاثنين كمان. جميل. يبدع بالاثنين. طيب استاذ رضوان هل في يعني ممكن نحكي مثلا عن بعض المهارات الحياتيه اللي ممكن تكون عمليه بتساعدني اكثر بانه انا اكون اكثر كفاءه لاحصل فرص وظيفيه في المجتمع؟ والله شوف اليوم اكثر شيء يمكن اللغه اللي ذكرت اللغه الحيه هي اساسيه جدا. اللغه الحيه اللي مقصود فيها اللغات المجتمع انت عايشه واللي هي عالميه يعني اللغه الفرنسيه الانجليزيه يعني تجي اللي بتعلم لغه مثلا هون بتركيا اللي لغه كرديه بقول لك لغه حيه لان في نسبه اكراد كثير عاليه هون جيده. جميل. لكن تجي اللي بروح مثلا على الصين بتعلم لغه كرديه لا تعلم الانجليزي تعلم الفرنسي هنيك بيساعدك الاسباني اذا انا باتجاه جنوب امريكا البرتغالي
البرتغالية والإسبانية هي الدارجة. رائع. إيه فالألمانية مثلا بشمال أوروبا. بغض النظر يعني أنت تتعلم اللغة اللي أنت بتحس حالك من منطقة جغرافية هي تفيدك، واللغة دائما الإنجليزية والفرنسية بعتقد هذول، والألمانية هون أكتر شيء. في شغلات تانية، تطوير الذات بنسميه، يعني علم الحاسوب بشتغل عليه، برامج الحاسوب، التطبيقات، هاي الشغلات صفت بحياتنا اليومية. بتفوت يوميا بدك تستأجر سيارة، فيك تستأجر عن طريق الحاسوب، تشتري عن طريق الحاسوب. صحيح. تسافر وتحجز عن طريق الحاسوب. فلازم يكون عندك الخبرة انه كيف ادخل على الانترنت وكيف احجز وكيف ادفع وكيف ثبت المبيع او ثبت الحجز او ثبت كذا، هاي لازم يكون عندك خبرة فيها. ما ضل شاب يعني بيكون اللي انا والله ما بعرف احجز عن طريق الانترنت. في دورات نسويها تطوير الذات اللي هي مهارات الداخلية، اتخاذ القرار، مهارات تحليل بيانات او تحليل اعمال، مهارات هي بحياتك اليوميه، التواصل والتفاوض. يعني انا كيف اتفاوض؟ يعني انا بدبلوم العلوم السياسي اكثر يعني من المواد كثير عجبتني، في عندنا كان فصل عن التفاوض، انه كيف تدخل مفاوضات تنجح فيها بالاخير. فهي المفاوضات حتى بحياتك اليوميه مع موظفينك، انت بدك تفاوضه، يعني ده بالاخير راح تفاوضه ولكن لمصلحة العمل. وانا كموظف بدي افاوض الشركه، وانت كموظف بالضبط الطرفين بدهم يتفاوضوا. فاذا انا وياك عرفنا اسس التفاوض، انا وياك راح نوصل لنتيجه. بعرف شو نقاط القوه والضعف عندي، بعرف شو نقاط القوه والضعف عند الخصم، شو امكانياتي، شو امكانيات الخصم، شو الشيء اللي ممكن بلحظه انا اعمله، في بلحظه انا بنسحب بقول الانسحاب افضل لي. اتخاذ القرار، أنا على أي أساس أخذ القرار؟ أنا شاب اليوم عمري 25 سنة، ما زلت يعني غض جديد، طيب كيف أخذ القرار؟ شو هي الأشياء اللي أنا في بسميها مهارات اتخاذ القرار؟ تحللها، تقعد إنه هي كذا كذا، طيب إذا أخذت كذا، هاي العمليات المخاطبة هي تصل، هي كل اليوم الوظيفة لما تدخل أنت على أي شركة بدك تتوظف، هي من الأشياء يعني لما أنا بشوف إنه الموظف هذا دارسها فهذا تعبان على حاله ورح يريحني بالتعامل. جميل. هاي المهارات الأخيرة اللي حضرتك ذكرتها أستاذ رضوان وفصلت فيها قليلاً، شو أنسب طريق لإلها؟ يعني بنشوف كثير دورات ويمكن بخوفونا احيانا من دورات التنميه البشريه، بيقولوا لنا حكي فاضي بين قوسين، والله هذا حزر. جزء منها ولا لا؟ طب هي مو التنميه، هي التنميه البشريه تجي يعني باكثر، يعني في بعض الدورات ما بدنا نسمي اسماء، ولا لا اسماء مدربين ولا اسماء دورات مشان ما يصير نقاش عليها او طبعا. ولكن انا يعني في عندي يعني بالاتش ار، اي طالب جامعه او واد ادخل راح تلاقي بالكتب العلميه انه مهارات اتخاذ القرار، مهارات التفاوض، هي يعني كتب العلميه يمكن عن تذكرها فيها يعني، فأنت اقرأ بالكتاب هذا وافلح فيه واحضر له برنامج. يعني في كمان دورات يعني مشان ما تلي تكلفة مادية، وأنا من وين بدي أجيب لك؟ لا لا لا، ادخل على الإنترنت حط اليوتيوب وافتح وتلاقي اللي بدك إياه. يعني أنا إلى حد اليوم ورغم إنه يعني درست وكذا بحضر أحيانا محاضرات على الإنترنت لمثلا مدربين قديرين أو كذا بأشياء حديثة أو كذا، ومجاني، وأنت بوقت فراغك وأنت بالباص وأنت بالسيارة. جميل. بالبيت ما عندك شغل، افتحوا مقطع نص ساعة 20 دقيقة 30 دقيقة، اسمعوا مرة مرتين وخلص. جميل. الوقت بداهمنا أستاذ رضوان ومشتاقي معنا كثيرا، لكن آخر سؤال اليوم، يعني إحنا عم نحكي عن هذه التفاصيل كلياتها، حكينا إنه شو في وظائف ممكن تنقرض، وبنحكي عن وظائف اللي تنقرض حتى نحذر منها او نحاول نغيرها او نبعد عنها. تمام. خاصه للواحد المقبل الجديد على حياته العمليه. لكن بالمقابل شو وظائف المستقبل بشكل مختصر، ايش ممكن تنصحنا فيها اليوم واحد يختار شيء معين يروح كل شيء يخص الانترنت والتطبيقات والبرامج والحوسبه، وهذا الاستاذ اللي عنده ماجستير بالبرمجه منهم، هذول هن المستقبل لهم. اليوم كل شيء عم يربط بالانترنت وبالكمبيوتر او بالموبايل، حياتك كلياتها عم تصير عليها، تبيع وتشتري وتسافر وتفتح وتسكر الشباك وانت قاعد برات بيتك، وتسكر الباب وتشغل السيارة وانت قاعد، كلياتها بطريق الانترنت وطريق التطبيقات. فالعلم هذا هو اللي بدنا نبدع فيه، والمستقبل لإله، والروبوت روبوت موجود، ولكن من اللي بيتحكم فيه؟ الكمبيوتر والتطبيق اللي صحيح. انت تحط له اياه، هو جامد اذا ما انت حطيت له التطبيق المناسب. وقيس على هذا. جميل. فاذا الاقبال على هذه المهن اليوم هي هذا هو المستقبل، وسينجح من ابدا. واي شوف بالمحاسبه بدك تساوي دورات بهذا الموضوع. جميل. بالطب بدك تختص بهذه الامور، بالهندسه تستخدم الاوتوكاد، تستخدم البرامج اللي هي بيسموها تبع الرسم الهندسي، وهذا كل ما تعمقت واشتغلت فيها بتلاقي انه انت عم تنجح.
الرسم الهندسي ما ظل الورقة واللي كانوا بيسووه سطر، فتعمق بهذا بنفس اختصاصك. ولكن إذا هي مطلوبة في نفس التخصص، إذا كان عندي تخصص أو إذا مش متخصص روح تخصص بها لأنه كنا بحاجة إليك. جميل. اليوم المبرمج ما حدا بيستغني عنه. جميل. نصائح ذهبية ورائعة جدا أستاذ رضوان دبس، كل الشكر لك على هذا الكلام الجميل. الله يخليك، شاكر كثير لك، وأتمنى التوفيق للجميع، وهيك ما تنقرض وظائفنا على المدى القريب بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. شكرا أستاذ رضوان. مستمعينا بعد الفاصل حنكون مع الفقرة الرياضية مع معاذ الهراس، ومن بعدها مستمرين معكم بما يتبقى من فقرات صباحك مسك. لا تسأل لا تتعب حالك وارمي حملك، نحن قبالك، نحن مسك العالي صوتك.